هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من دولة قطر الشقيقة، بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى اجتماع الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت هناك اليوم. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وكان حضرة صاحب الجلالة قد غادر دولة قطر في وقت سابق اليوم، وقد بعث جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة فيما يلي نصها: صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ونحن نغادر أرض دولة قطر الشقيقة بعد انتهاء أعمال الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون أن نعرب عن بالغ الشكر والامتنان لما حطمونا به سموكم من كرم الضيافة وطيب الوفادة في بلدكم الشقيق، وما لمسناه من حفاوة الاستقبال الذي يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. ولا يسعنا في هذه المناسبة لأن نعبر عن وافر التقدير للجهود الطيبة التي بذلتموها سموكم في إدارة أعمال هذه القمة المباركة بحكمتكم المعهودة، وما حققته من نتائج بناءة ومثمرة سوف تعزز من مسيرة التعاون المشترك بين دولنا الشقيقة وتضيف رصيدا من المنجزات الخليجية الفاعلة في ترسيخ هذا الصرح الشامخ وأهدافه السامية النبيلة، بما يلبي تطلعات شعوبنا لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل. أسأل المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والسعادة، وأن ينعم على دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من النماء والرخاء والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.